اهلا وسهلا بكل متابعي قناة شوارع ومعالم اسكندرية، معاكم انا اخوكم عادل والي. جولتنا النهاردة معاكم في منطقة الشاطبي على البحر. منطقة الشاطبي على البحر للأسف مش محطوطة على الخريطة المصيفية بالنسبة لزوار اسكندرية، بالرغم ان الشاطبي فيها شاطئين، شاطئ عام وشاطئ خاص بكازينو الشاطبي. تابعونا النهاردة لنهاية الفيديو، هنندو لفة كده على منطقة الشاطبي على البحر، مكتبة اسكندرية، مستشفى الشاطبي، مبنى جامعة اسكندرية، كازينو الشاطبي، بيرام التونسي، مقابر الشاطبي، كل ده من على البحر. ونديكم كمان فكرة عن ليه سمت المنطقة باسم الشاطبي، وهنروحوا عند كازينو الشاطبي نحيي فيكم الذكريات بتاعة كازينو الشاطبي القديم. ولكن لو حضرتك اول مره تتابع القناه، يا ريت تشارك فيها وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو لان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. اشوفكم بعد فاصل قصير ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناه شوارع ومعالم اسكندريه، معاكم عادل والي. احنا كده على البحر في الشاطبي، ده شارع البحر او طريق الجيش او الكورنيش. كده الكاميرا كده في اتجاه دي مستشفى الشاطبي للاطفال، تتبع جامعة اسكندرية كلية الطب، وده مكتبة اسكندرية من الخارج. مكتبة اسكندرية من الخارج في الشاطبي، من معالم منطقة الشاطبي. طبعا منطقة الشاطبي معروفة بالهدوء، منطقة حيوية جدا جدا، من المناطق الحيوية والتاريخية في اسكندرية. منطقة الشاطبي لو انا حد يسألني اسكن فين في اسكندرية اقول له اسكن في الشاطبي، منطقة حيوية جدا جدا جدا. ده البحر في الشاطبي، ده الشاطئ العام. دخول الشاطئ للفرد ب15 جنيه، للفرد الواحد ب15 جنيه. منطقة الشاطبي تسمت بالاسم ده، اطلق عليها الاسم ده نسبة الى العالم عبد الله الشاطبي الاندلسي، اللي كان سكن في الشاطبي ودفن بها، وتسمت المنطقة على اسمه، ومسجده وضريحه موجودين الى الان على البحر تحت عمارة الاوقاف. هنصورها لكم دلوقتي ان شاء الله علشان كده اتسمت باسم الشاطبي. معظم الاماكن في اسكندرية اتسمت على اسماء العلماء اللي دفنوا فيها، سيدي جابر، سيدي بشر، العجمي، الشاطبي، ابو قير. كل الاسماء اللي انا ذكرتها اصحابها دفنوا فيها واتسمت المنطقة باسمهم في اسكندرية. منطقة الشاطبي منطقة حيوية، يكفي ان فيها المجمع النظري لجامعة اسكندرية، كليات النظرية، فيها مستشفى الشاطبي، فيها نوادي، نادي السلاح السكندري، نادي اتحاد السكندري لكرة القدم، فيها قصور ثقافة، فيها قصر ثقافة الشاطبي، فيها مقابر الاقباط، فيها كنيسة مرجرجس العظيم، فيها جمعية الشبان المسلمين، فيها مقابر اليهود، فيها مقبرتين اليهود، المقبرة الكبيرة في الأزاريطة. منطقة الشاطبي فيها كمان مدرسة محمد علي باشا الصناعية، وفيها ملجأ العجز الإيطالي على الترماي، وفيها محطتين ترماي، محطة ترماي الشاطبي ومحطة ترماي الشبان المسلمين. فيها مدارس، فيها كلية سان مارك، فيها مدرسة الليسيه، مدرسة الليسيه الحرية، فيها كلية النصر للبنين وكلية النصر للبنات، فيها مسرح بيرام التونسي، فيها كازينو الشاطبي، فيها مقابر الشاطبي. منطقة حيوية بطريقة ما اقولكمش. يعني انا لو بنصح اي حد اقول له اسكن في الشاطبي، لكن ما حد يسألني على الاسعار. يعني هي منطقة حيوية من الدرجة الاولى، منطقة هادية جدا جدا جدا. ده شارع قناة السويس، من أشهر شوارع
اسكندرية. ليه بقى؟ عشان هو مدخل ومخرج اسكندرية الصحراوي والزراعي. داخل اسكندرية من الصحراوي والزراعي بيدخل من هنا، واللي خارج من اسكندرية صحراوي وزراعي بيطلع من هنا. ده شاطئ الشطبي زي ما قلت لكم، شاطئ عائلات، الدخول فيه ب 15 جنيه للفرد. طبعا الكافيتريات، هو الشاطئ اسمه شاطئ السلسلة. هندخله بقى ازاي شاطئ السلسلة؟ هندخله من هنا من النفق المشاة اللي على البحر. هتنزل من نفق المشاة بتاع الشطبي، بدل ما تخش شمال هتطلع طوالي، ده نفق المشاة بتاع الشطبي. هتنزل المفروض تاخد شمال عشان تطلع الناحية التانية، لا اطلع طوالي هتلاقي نفسك في شاطئ السلسلة. هو شاطئ عائلات، 3 شفط مكتوب عليهم شاطئ عائلات اهو عشان يفكروا الناس. شاطئ مميز، شاطئ السلسلة ب 15 جنيه الفرد. قلتلكم اتسمى السلسلة علشان جنينة السلسلة اللي جنب الشاطئ، جنينة السلسلة ولسان السلسلة. ده كده البحر بس من تحت كازون الشاطبي، يعني الممر ده جراج خاص لضيوف كازون الشاطبي أو نزلاء كازون الشاطبي. اي حد هيخش كازينو الشاطبي ممكن يركن عربيته هنا على البحر. العمارة اللي عليها السهم دي عمارة الاوقاف، تحتها ضريح الامام الشاطبي او العالم ابو عبد الله الشاطبي المتوفى في القرن السابع الهجري، اللي اطلقت مسمى مبتدئ الشاطبي على اسمه، اول من سكن هذه المنطقة ودفن فيها. ضريحه تحت العمارة والمسجد باسمه مسجد الشاطبي. الشارع اللي فيه المسجد اسمه شارع فيلون. أنا كده في اتجاه كازون الشاطبي على الشمال هو في البحر، وفي اتجاه مقابر الشاطبي ومسرح برم التونسي وبيت الشباب وقصر ثقافة الشاطبي. على يميني كده بقى في بعض العماير، في الترماي، في نادي اتحاد اسكندري ونادي السلاح. ده كازينو الشاطبي الجديد. طبعا هو اتعمل جديد على انقاض كازينو الشاطبي القديم. وده جراج او جراج خاص لكازينو الشاطبي على الميه. ده كازينو الشاطبي من جوه من الداخل. انا فاكر وانا صغير كنت بنزل تحت المبنى القديم، كان فيه عمدان كده منها للميه كده شايله الكازون القديم، كنا بننزله تحت منها نلعبه ونجري وكده. كان العمدان باينه، بس هو طبعا حاليا تم الردم لحد لفوق. كانت العمدان اللي حامله او شايله الكازون القديم كانت مرتفعه. ده كده مسرح برام التونسي، وعلى شماله في مقابر الشطب الأثرية، ونهاية الشارع في نادي الاتحاد السكندري سيد البلد، وفي نادي السلاح السكندري، وفي على الشمال كلية سان مارك، وبعد نادي الاتحاد السكندري في كلية الزراعة، وبعد كلية الزراعة في على شارع أبو قير في كلية النصر للبنين، وعلى اليمين في ليسي الحرية. منطقة الشطبي يا جماعة منطقة حيوية. منطقة الشطبي ما بين في الشمال حدها من الشمال كامب شيزار، ومن الغرب الأزاريطة، ومن الجنوب محرم بيه، وأنا كده في ظهر البحر.
يعني حدودها شمال كده كان بشزار، يمين في الغرب الأزاريطة، في الجنوب محرم بي. طبعا ده مدخل كازون الشاطبي. حصل فيه تطور من كذا اتجاه. طبعا كازون الشاطبي بتصور فيه أفلام كتير أبيض وأسود زي أيامنا الحلوة، حسن يوسف وعبد المنعم إبراهيم اللي هو كان فيه لقناة المندرة، وآخر فيلم اتصور فيه كان فيلم كان فيلم صباحه كذب أحمد آدم. ده بقى ده شاطئ خاص بكازون الشاطبي. الشاطئ ده كان زمان الشاطئ العام المجاني في المنطقة ما بين سيدي جابر والمنشية، كان شاطئ الشاطبي العام، هو حاليا أصبح شاطئ خاص لكازون الشاطبي. أنا ليا ذكريات هنا، كان الشاطئ ده ببلاش، كان من الشواطئ القليلة على البحر اللي كان ببلاش. العلم شاطئ السلسلة اللي احنا كنا فيه من شوية هو الشاطئ الوحيد اللي ما بين منطقة سيدي جابر ومنطقة المنشية في النزول. بص ده بقى ايه بالذكريات، بقى صح لكم بالذكريات شوية. دي كانت بوابة شاطئ الشاطبي المجاني، هي دلوقتي طبعا اتقفل ومفتوحة من ناحية الكازينو، أصبح شاطئ خاص لكازينو الشاطبي. أنا بصحصح فيكم الذكريات، الذكريات ده حاجة بسيطة، في ناس طبعا ليها ذكريات أكتر من كده في كازينو الشاطبي القديم. أنا بتكلم على ذكرياتي أنا لما كنت طفل، يعني كان هنا كازينو، كان هنا شاطئ الشاطبي المجاني العام. وفي نهاية جولتنا يا رب نكون توفقنا في إيصال ولو معلومة واحدة صحيحة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك من أسفل الفيديو لأن اللايك هو اللي بينشر الفيديو.